كده بكتير قوي. ما بيلعبش في مكانه يا احمد. فناصر يبقى هو افضل افضل لعيب الزمالك انت خايف منهم. ناصر اكيد. عبد الله مين اللعيب في الاهلي اللي تعمل له 100,000 حساب؟ 100,000 حساب؟ مش موضوع 100,000 حساب، هو بس لازم يبقى في رقابه كويسه بالاخص على حسين الشحات. حسين الشحات اه طبعا لعيب كبير. موضوع كبير. طبعا لعيب كبير حسين. اذكى لعيب في الملعب. وفي المباراة الكبيرة كمان. اذكى لعيب في الملعب وبتلاقيه وقت الحدث الكبير. اه بالظبط. هي دي المهمة دي. كابتن عفت مين اللعيب تعمل له حساب في الاهلي؟ في المباراة دي؟ اه طاهر. طاهر. بس. ما طاهر مش لعيب الجماهيري بالنسبة لجمهور الاهلي. بس في لعيب بيلاقي نفسه يعني انت عارف جاب جونين. مش بص مش هيتخلى عن الفرصة دي. وهيعمل جهد غير عادي. ودايما انت بتخاف من الناس اللي ايه اللي بيبقى محتاجها فاهم؟ يعني بيدور على وضعه. هتلاقي بيعمل اتنين طاهر في بعض زي كهربا في وقت زي كهربا لما برضه استبعد وجي اول مباراه قعد فتره طويله لعب مباراه الزمالك كان برضه جعان وعايز يظبط الموضوع بيبقى عايز حالة. هل من الممكن ان انا اسالكم عن توقعاتكم ولا ده صعب؟ قلت الاهلي والزمالك صعب جدا. صعب التوقعات. صعب جدا. كابتن عبد الله بس انا اقول ممكن برضه ضربات جزاء يعني بس في وقت اضافي خلي بالك في الماتش ضربات شويه يعني مطول شويه الماتش فانت متوقع الفرقتين هيتعادلوا لحد ضربات الترجيح بس لمين اللي يكسب بقى دي ضربات جزاء التوفيق ده عبد الله اولا في الاخر نتيجه فعلا من غير بس اتمنى طبعا فوزنا في الزمالك طبعا ان شاء الله تتوقع كده ولا تتمنى كده؟ انا بقول لك توقعاتك لا توقعات انا قلت لك ماتشات الاهلي والزمالك اتفق مع كابتن احمد بلاش توقعات بتبقى في اسوء حالاتك وبتكسب ممكن تبقى في احسن حالاتك وتخسر مش توقع كابتن عفت انا عايز مصر تكسب المباراه تتعمل بشكل كويس ان شاء الله التحكيم يبقى كويس شكلنا يبقى كويس الجماهير اتمنى الجماهير الاثنين يحترموا بعض داخل الملعب واللعيبه تعمل صوره كويسه للكره المصريه ده اهم من ده يكسب او ده يكسب لان انا شايف الامور محتاجه صوره تتغير علشان يبقى عندنا كوره افضل واحسن ان شاء الله كابتن عفت نورتنا حبيبي ان شاء الله ممكن نستمتع بلقاء كبير يجمع الكبيرين الاهلي والزمالك كابتن عفت نصر نورتنا حبيبي كابتن محمد عبد الله نورتنا حبيبي يا كابتن وازدادنا نورا بوجود الكابتن عبد الفتاح حبيبي نور يا احمد الله يخليك يا كابتن مبسوط طبعا موجود معاكم واتمنى ان شاء الله كده طبعا ان شاء الله اكيد ان شاء الله بكره ان شاء الله لقاء القمه الاهلي والزمالك ديربي الغضب العربي ديربي الغضب الافريقي، ديربي الغضب الكروي المصري، يقول لك في ديربي الغضب في الميلان بين الانتر والميلان، ديربي مصر، ديربي القاهرة في الامارات غدا ان شاء الله، مباراة كبيرة جدا ما بين الاهلي والزمالك. نقول مبروك في نهاية المباراة اللي هيكسب واللي ربنا يريد له ان هو يكسب، وهارد لك للفريق الخاسر أي ما كانت الخسارة للفريق يعني اللي هيخسر بكرة، ولكن يظل هذا اللقاء لقاء كبير جدا، لقاء ليه كواليس كثيرة جدا. كابتن محمود الخطيب، كابتن حسين لبيب، اداره هنا واداره هنا، مجلس اداره هنا، مجلس اداره هنا، جهاز فني هنا، جهاز فني هنا، لعيبه هنا، لعيبه هنا، جمهور هنا ليه دخلاته وجمهور هنا ليه دخلاته، وفي النهايه ان شاء الله المشاهد المصري والمواطن المصري ان شاء الله يستمتع بهذا اللقاء المصري على الاراضي الاماراتيه الشقيقه، ان شاء الله نستمتع بهذا اللقاء الكبير ما بين الزمالك والاهلي والاهلي والزمالك، والفايز نقول له مبروك والخسران نقول له هارد لك.